ركزي في الفيديوهات دي، سيبك من الهلس، سيبك من الهلس. انا اقول لك كلام هتضربي نفسك بالجزمه بعد كده، والله العظيم هتجيبي حد كلمتين كده تعرفي منهم الراجل الفخم الضخم ده عايز فلوس ولا لا، او مهتم بالماده ولا لا. بتابوكي ده مكتوب باسمك؟ بتقبضي كام؟ مرتبك كام؟ العربيه دي مكتوبه باسم مين؟ اخواتك ولا انت؟ ولو اخواتك ليه؟ معاكوا فلوس؟ بيتكوا ده ملك؟ بتقبضي كام تاني؟ الحاجه كاتب لك حاجه باسمك؟ المخازن عندكم دي ايجار ولا تمليك؟ بتصيفوا كل قد ايه؟ ابوكي بيغير الفلينات كل قد ايه؟ الكلوتات المغسوله فوق. ما ننساش ان احنا كلنا مصريين وبنقول كل الكلام، وانا اولهم، بس تبقي فاهمه انت داخله على اني هبابه. ركزوا في الكلام ده الله يخرب بيوتكم. كلمني اول حاجه قلتها له، قلت له فيها جمارك؟ قال لي لا. قلت له طيب مين معايا؟ والله العظيم ثلاثه قفشين الرقم منين ما تفهمش. مين اللي بعته طيب؟ يعني العلبه دي فيها كلوتات مثلا؟ انتوا عرفتوني خلاص. ده والله طلعت انا كمان. طب الناس دي انا استلمت. طب اجري. طب دي كلوتات مثلا دي ولا ملايات؟ لا اعرف اللي فيه يعني. طب شكرا. كلوتات يا اسطى. دي الكلوتات الملايات يا اسطى. هو باين يا اسطى من عندك كده اللي زبزوبي؟ ذمه امك تخش على ابوك بالبتاع دي ازاي؟ افتح يا اسطى البتاع دي. الحمد لله عدت. بعجل و الناس اللي تقول لك استخدم مقص يا عم انت مال اهلك؟ احترامي لاهلك. سيبني يا عم افتح بس. طب اهو يقول لك احترم الايدي يا عم انت مالك برضه انت مال. ده تسجيل. ده ايه ده؟ سعر الشنطه 15 جنيه. الله انت هايفة ان انت تجيبي شنطة ب 15 جنيه. كيس اسود الدنيا بتتلم. ايه ده؟ دي كيس تاني. يا عم عايزين نفتح. طب البتاع ده افتحه من ايه؟ طب ال 15 جنيه هتبوظ والتايمر هيخلص. يلا مش مشكلة. حرب. والله العظيم عرق. بوكسي تاني. بوكسات كتيرة قوي. ما طلعتش من العياط يا اسطى. ليش يسطا سجاها الوحش؟ اوبا سربرايز. ايه ده يسطا؟ بس بالياس فاضي يسطا. لا ده جواب سنة حاجة. الله يسترك الله يسترك. دي تجيب العنوان منين يا ولد؟ ايه ده يسطا؟ ده يسطا يبقى نجربه. ده جرب هنجرب ده كله. ده نسكويك ده يسطا. ده ايه ده؟ اهو ماشي نبقى نشوفه بعدين. ده البوز ده بتطلعوا شوكولاته. ده بسكويك تاني. وده ايه دي؟ مش عارف. ماشي ماشي ماشي. ايه دي يا اسطى؟ دي بلاج درايفر. تعرف دي ايه؟ دي عشان تنقل منها من الايفون. لا مؤاخذه في الكلمه، دي حاجه زي تشارجر. وده مش عارف ايه ده. ودي حاجات كتيرة قوي. دي لو وقعت امي هتزعلش. استنى في ده. بس مش حاجه تانية. هبت يا اخويا. كلنا عن انا وذكريات انا واصحابي مع في رمضان. انا واصحابي كنا بيلموا فلوس من الشقق عشان زينه رمضان. العيال كانت شباب في عز شبابها، وكانت دي حاجه مساعداني قوي. بس هما للاسف كانوا بيجيبوا بيهم حشيش. عايز احكي لك زمان كنا بنلعب كوره ازاي عند بيت ستي، لان انا كنت بلعب كوره فهم كانوا بينتدبوني بقى. العب عندهم. فكنا بنلعب في لا مش في المنور، كنا بنلعب في الطرقه. فكان في بيت فيه طرقه كبيره قوي، ده كنا بنلاقي اكبر طرقه في اكبر بيت نلعب فيه الماتش. حاجه كده زي الخماسي. المهم ايه؟ كان في جنبينا منور كبير قوي وغويط قوي، ولو وقعت فيه انت مش هتطلع منه. واحنا كنا مدعوكين كوره. عارف الفنان احمد السقا في فيلم ابراهيم الابيض؟ انا وش رجلي كان شبه وش. كوره وقعت فين؟ في المنور. مين اللي يروح يجيبها؟ انا حاجه بيستهيفوني بقى. المنور كان فيه كلب ديناصور على صغير. فانت طبعا لازم تتاكد ان المنور اللي عامل زي 18 نفق تحت الارض ده ما فيهوش ايه الكلب اللي بيعوا.
بتوقف واحد فوق المنور وتنزل انت تجيب الكوره، فانا قررت انا اللي هنزل اجيب. يا جماعه طب اصلا عندي تسلخات؟ لا. طب انت كنت بتلعب معانا؟ طب يا جماعه اصلا انا بقف جول حلو ما توقفوني جول؟ لا. كل الوسائل فشل. انا اصلا ايه بخاف من الكلاب. انت ما تفهمش ايه اللي حصل، العيال شالوني هيلا هوبا كده. المهم انا اتحدفت طبعا بوم على الارض زي الموبايل ده ما هيقع دلوقتي. اعدي في الكرة لا طلعوني الاول، اعدي في الكرة لا طلعوني الاول. المهم يا اسطى الواد اللي احنا موقفينه على اول باب المنور عشان لو الكلب جاي راح جري عطله. يلا يلا عطله جوه المنور. يا ده عطله يا ولد انت يا ده روح اتخانق معايا الواد ابو كل فدايا وراح جري. اعصابي جمدت كده ولثانيه واحده ايه ده يا جماعه هي دي النهايه. يعني مفيش اجازه مفيش مصيف. طب مفيش اي مفيش كنتاكي تاني. خلاص كده انا موت اموت بالكلب دي النهايه يا ولاد الكلب. الغزك هنا بقى ان العيال لسه فوق يا جدعان طلعوني. لا احد في الكره الاول يا ابن الكلاب الكلب وقف له بقى بشورت كده والكلب جه عليا. لقاء العباقره. خلاص انا زمان يلا لا اللي هو لف لف انت هتعمل ايه؟ لف وتعالى. الكلب داخل زي هو داخل قرفان وزايم زي وجاضد كده ما تفهمش. طال عظيم ثلاثه يا ابن قلبي اكنه شافني مع المدام بتاعتي. انا هاتك عرضك. انت عارف سبايدر مان والله العظيم ثلاثه خد مني انا الفكره والله خد مني الفئه ما تفهمش ازاي. انا اتحولت لسوبر مان سبايدر مان. انا طرت على الحيطه العيال في دقيقه لقوني واقف جنبي فين الكوره بقى. اللي يقول لك ايه ده انت ما جتش انزل اخويا هات يا اخويا انزل اخويا هات والله العظيم. شايف الفلتر الحلو ده اللي مخليني بوز. شوف لك واحده حلوه هتنسيك اي حد. بص هو انا عملت عليه ريفيو قبل كده بس هو احنا ممكن معلش بس نشكر الاختراع ده عشان خلاص فاضل اتنين وهيخلص. ده اختراع. دي كيكه حنينه قوي والله العظيم الكيكه دي حنينه حنينه. بص يا اسطى من جوه عامله ازاي. بص بص اختراع حنين. بص طبعا دي بقى مع لا مع الرشاش اللي ما بيفضاش اخوه صغير. بص 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 تروح مغرق. بص بص في حد بقى لهط منها دي. في حد لهط من والله في حد لهط من. اوه يا ولدي. اه طبعا خلي اللي يلهط يلهط. ما تبقاش تفس يا ابني. سيب العيال تاكل. بص 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 فيها من حنان الام والله العظيم. فيها حنيه امك والله دي ما بتيجي عليك. حاجة عن ست الله يرحمها ربنا. ست دي كانت طيبة وبتحبني قوي. ستي كان الله يرحمها كان عندها سطح ممكن تربي عليه اي حاجة. ممكن تربيك انت. والله العظيم فراخ على معيز على ديوك على ديك رومي على بقر حاجات كتير قوي على السطح. انت عارف ما تفهمش بتطلع الحاجات دي السطح ازاي ما تفهم. كنت طفل اهبل كده 8 سنين وبقلوز وبجري حوالين الحاجة. مش قادر اقتنع وانا صغير ان الحيوانات ما بتحبنيش. لا بتحبني. انا بحبكم فانت تحبوني. ست الله يرحمها كانت مربيه حته ديك رومي. ديك رومي انا ما كانش عاجبني الديك الرومي. كنت احب كل الزريبه اللي موجوده فوق الا الديك الرومي. الديك الرومي ده عامل فيها ابن خاله الاسد مستخبى عندنا في الصحن. الديك الرومي ده ولا كان طايقني ولا كان عايز يشوف وش امي. وانا كنت بقى حبيبي حبيبي تحبني صح تحبني. جري 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 بقى كان ليه في الكاراتيه والكونج فو. فهو كان جايب بيجامه حمراء ولا مؤاخذه في الكلمه. جري جري يا يا الشباب الجميله اللي هي بتقعد تصور كتير دي. فانا هبت معايا انت ما تحبنيش بس لي قلت طب والله انا اطلع اتخانق معاك. كنت لابس البيجامه الحمراء ورابط على وسطي تعيس كده طويل وطلعت بقى سامع صوت بقى وانا على السلم ان الديك ده مقدرهم والله العظيم. بيوقف الفراخ كلها في كوردر كده ويقف هو يقعد يكاك عليهم وينقرهم بدماغه وبتاع. انا بقى طلعت يجري يجري دايما. ما كانش ده يومه ما كان كان اوت اوف مود. اني اقول لك معلومه لولا بيا ان الديك الرومي ما بيحبش اللون الاحمر وانا بقى طالع له احمر فحم.
صلي في عيني كده. عارف بقى برامج الاطفال زمان لما كانوا بيطلعوا يعملوا كده وبتاع والرقصات العبيطه انا كنت بعملها له. لقيت اتحول عليا ومرقاره كده يجيب امي. ايه يا اسطى في راكن كل الخرفان والجواويس والبقر والله راكن كل الفراخ والحاجات الصغيره دي والخرفان وراح لف لي بوش وقت تعالى لي انت يوم امك. طب انا بعمل له كده انا فاكر ان هو هيعمل معايا كده وبتاع او يتنطط او بتاع. لا ماشي كده تجري لقيته بيجري ورايا. تاني حاجه ما اعرفهاش ان لما انت تجري هو هيجري وراك اكتر. فانا كنت بتمشى انا رحت يا اسطى جاري خد يا ابن العويض العوني اديك يا ده عليا العين يا ام ويديك بص لك كده انت هتجري منين يا ابن العبيطه ده كلهم 5 متر في 5 متر. المهم انا وقعت على وشي ضغط بصراحه من كتر اللفه في 5 متر ما هو السطح كله قد كده فانا عمال الف فانا اتقلبت على وشي وده راح نطف على ظهري وطلعت راح اديت له شلوت على قفاه طيرت. الله يرحمها كانت عايزه بقى تصالحني او تحيلني وبتاع فراحت دبحينه في اليوم جوه الملوخيه والله عايز اسمع صوته كده فكرني يا ابن العبيطه.